ماجد العامر. طبعا طبختنا اليوم قلنا من عالم الانمي وتحديدا من عالم ون بيس، اسمها مارين كاري. السلام عليكم، تيجي نطبخ الحلقه الثانيه مع ضيفنا ماجد العامر، اسطوره الانمي، عاشق ون بيس، ملك الرياكشنات. الله يسعدكم يا رب، وانا سعيد جدا بهذه الاستضافه من ترو جيمنج، وان شاء الله راح تشوفون شيء مره 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 رهيب في هذه الحلقه. طبعا طبختنا اليوم قلنا من عالم الانمي وتحديدا من عالم ون بيس، اسمها مارين كاري. هي فعليا كاري ياباني باللحم. باللحم عندنا كل شيء اليوم، اكله لذيذه جدا جدا جدا، وان شاء الله باذن الله بنضبطها اليوم، لان لو ما ضبطناها راح فيها سحورنا. طبعا اول خطوه ان ننتبل اللحم اللي عندنا. نعم. اوكي، فتقدر مثلا ناخذ اللحم نحطه في الصحن اول. نعم. شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدا، خلينا نبدا باليمين احسن. نبدا وضع اللحم في الطبق. وش المقادير للتتبيل يا استاذ محمد؟ عندنا فلفل. الله، اوكي نحط الفلفل. الله الله الله، عندنا ملح، جبنا ملح كشخه بعد. ساسغا كايغون كاني غا كاكاتيرو. عندنا الصبغه ذي كركم، الله يعينك. بغير القفاز زين، في قفاز ننطلق ولا لسه باقي؟ لسه عندنا هنا ثوم وزنجبيل مهروس، واخيرا عندنا زبادي. الله، ثلاث ملاعق زبادي يا جماعه، زبادي عشان يطري اللحم بشكل طبيعي. يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اللي ما يذكر اللقطه هذه من الانمي وين جاءت يا استاذ محمد؟ في حدث جانبي، في قصه جانبيه، اول ما نزلوا من سكايبيا وكانوا في قلعه مريز، وكان يطبخها الشيف حق المريز من اجل انهم يطعمون كل اللي موجودين في الحدث. كانت لقطه مره كوميديه، الارك طبعا جانبي ولكنه كان ممتع جدا جدا. طيب يا ماجد، الحين لازم نقطع الخضار. اول شيء نبدا بالثلاث جزرات هذولي. جميل. اوكي خليني اعطيك سكين. تفضل. لا لا لا، واحده ما تكفي، جيب ثانيه. اوكي تفضل. لا برضه ثاني، من ثنتين ما تكفي، جيب ثالثة. طيب ابعد ابعد احسن لك. شنكوريو. ما شاء الله تبارك الله، ممتاز. ما راح نطول، بتخلص حلقة بسرعة. الله 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 الله، طلعت فنان يا جماعة، انا ما ادري. هو المهم النتيجة النهائية، مو اللي صار بالنص. طعم هو المهم، مو الشكل. اي نعم اي نعم، ولا الشكل. شوف ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، ما في قطعة تشبه الثانية. ما في ولا قطعة تشبه الثانية. ما صحت انا ترى، انا شجاع جدا، ما صحت وانا قطع البصل. برافو عليك. ننتقل للبطاطس. حلو. اول شيء نقشرهم. الله الله الله، يا سلام يا جماعة، حسيت اني فنان يا جماعة، حسيت اني شيف. لا تحس انت فنان فعلا. لا والله صحيح كذا تغريني يا شيخ، قد اطبخ في البيت كل يوم. طبعا اخر شيء، طبعا بعد ما قشرنا نقطع البطاطس مكعبات زي الجزر. مكعبات زي الجزر كبيرة. اي كبيرة. اي ممتاز ممتاز ممتاز. الان اخر نوع من الخضار عندنا اللي هو الطماطم. القصة تكون من الخلف يا جماعة، خفيفة كذا بس، مجرد سطحية. أيوة. بشر كذا. يا سلام، علامة زائد كذا. الله الله الله، هات القدر، هات القدر وخلينا نغلي. طبعا الان زي ما قلنا بناخذ الطماطم اللي قصصناهم على شكل اكس، بنحطهم في الموية الحارة عشان ايش؟ بيلت بالضبط، عشان نقشرها. نقدر نقشرها. طبعا هذه العملية يعني قصيرة جدا، يعني راح نحسب لها الحين تقريبا 30 ثانية إلى دقيقة. نطلع الطماطم الآن. أو شوف شقت الردي ما شاء الله. شفت كيف؟ هذه واحدة. الحرارة كيف خلتها على طول مع علامة الإكس تزداد العلامة. البيل، شوف 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 شوف. شوفوا كيف يا جماعة، شوفوا الاحترافية، شوفوا الشغل. ترى فيري هوت يعني زي ما قال الأستاذ محمد، فيري هوت، ولكن شوف 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 يا شيف يا اخي، ايش الابداع هذا، ايش الابداع هذا. طبعا تقدرون تستعرضون على هذه الطريقه كامله بالطماطم المعلبه مقشره جاهزه، ولكن احنا كلنا بنصير بروفيشنال اليوم. ما طماطم فريش، احنا ما عندنا حل وسط، لان الحين لازم ايش تسوي؟ ايوه راح نقطع الطماطم. الله 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 الله، فاول كذا تيجي. الله، بالهداوه. اوكي ننتقل للخطوه التاليه، وهي زي ما قلنا نسوي المعجون حق الكاري. طالنا هذه المقادير، ثلث
30 جرام. 30 جرام يعني كل المقادير بتبين نهاية الحلقة. هي مو راضي تنزل بس نزلت. نزلت. اسمع الصوت الجميل هذا. يا الله. حرك على طول. حرك 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 عشان لا تحترق لا تحترق. على طول حرك. ذوبها حرك حرك ذوبها شوحها شوحها. وهذه الطحين. الله 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 بسرعة 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 عشان البيست البيست يكون من أحلى ما يكون. الله 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 الله. ما خلصنا بنحط بهاراتنا الحين. نعم يلا روح. أوكي. عطينا. ايش هذه المكونات؟ عندنا نسيتهم صراحه. حتكتب حتكتب على الشاشه. كزبره مطحونه حتكتب على الشاشه يا جماعه كلها حتكتب على الشاشه. الشيء الاخضر هذا اللي ما ادري ايش هو. طبعا القوام طلع معنا ناشف شوي فزدنا زبده عشان يصير عندنا زي المعجون، طبعا مهم جدا انه يكون زي المعجون فانتم زيدوا زبده برضو اذا عندكم هذه المشكله. الشيء الثاني نسينا نحط جوزه الطيب فبنحطها الحين. حطها يلا بسم الله. هي اخر شيء اخر نوع من البهارات كان جوزه الطيب، مو الكل عنده اياها، اللي عنده يحط اللي ما عنده لا يحط مش لازم. راح نبشرها بشر كمية كويسه منها ونحرك مع الخلط. البيس لا يزال ما شاء الله ممتاز جدا، اللون ممتاز، كل شيء ممتاز. الحين خلاص نخليه على جنب. خلاص نخليه على جنب. الحين بيبدا يعني تجهيز القدر الرئيسي، هذا اللي بيحتوي كل شيء احنا عديناه للان. عشان يطلع الكاري. طبعا اول خطوه في القدر بنحط البصل اللي قطعناه صغير. طبعا لازم زيت. اللي ما في ولا واحد منه شكل الثاني بنحطه على على زيت او زيت. سنجي هذا دكتور سنجي، تعليمات سنجي. لا يدري عنك سنجي. طبعا اذا الطبخه طلعت لذيذه وزاكيه هذا طبخي انا، اذا طلعت سيئه حطامين. يا يا سلام. انا ماليش دعوه، مجرد انفذ التعليمات. الناس شافوا من اللي قطع من اللي قطع الخضار باشكال الرهيبه هذه. استغفر الله العظيم. مين انتهك حقوق الطماطم؟ الان الخطوه الثانيه راح نحط الجزر. الجزر نبدا بالجزر اللي قطعناه بتقنيه السنتوريو. لا تنسون تقنيه السنتوريو هي اسرع جدا اسرع وافضل تقنيه لتقطيع الجزر يا جماعه. سلامتكم. لا حد يستخدم السكاكين ابدا ولا يحط سكين في فمه ولا شيء. الان بنحط البطاطس. يلا. شوف البصل كيف لونه بدا يتغير وهذا البطاطس فوق الجزره. الله 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 الله، كل مكوناتنا بدات تجتمع في قدر واحد في الوان بيس يا جماعه. هو المهم الكاري كله. تعرف ايش الخطوه اللي بعدها؟ الله حماك. هذه اللي خليناها كم ساعه تقريبا تنقع في التتبيله، فالحماك قادمه في الطريق يا جماعه. هذا اللي احنا نحتاجه. الان احنا نبغى نسلق كل شيء مع بعض، طبعا هذه اعطيناها تشويحه، نبغى نسلق كل شيء مع بعض فبنجيب الحين مويه حاره ونضيفها للقدر. الان بنضيف اللحم برضو على كل الاشياء اللي حطيناها من خضار والى اخره. يا الله عاد هذه اللحظه الحاسمه يا جماعه. هذه اللحظة الأسطورية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الحين الريحة كذا اي مع التتبيلة الأسطورية اللي احنا حاطينها اكيد الريحة راح تنفجر ما شاء الله تبارك الله. اديله اديله كذا يكون الكاري ولا بلاش يا جماعة؟ هكذا يكون الكاري يا جماعة. الآن الخطوة الجاية مهمة، راح نضيف ماء تدريجيا عليه وراح نضيف مرقة مكعب مرقة الدجاج عشان ايش؟ عشان يصير كأنه مرق دجاج بشكل كامل ويطبخ فيه. الله بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي. يا لذيذ يا رايق. يا سلام. جميل 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 جمال. حط مكعب مرقة الدجاج. واخلط واخلط يا جماعة واخلط. بنفس الوقت الآن بنحط المعجون حق الكاري اللي سويناه. الله. حطه يا ماجد. حط. بسم الله بسم الله. حط. هذا هو المعجون حنضيفه الآن على البتاع. انزل. الله الله يا جماعة أنا بديت أدوخ من الحين. لسه باقي على السحور وقته لكن أنا خلاص انتهيت. تكملة القصة. الله. الطماطم اللي تعبنا وإحنا نقشرها. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا جماعة، الخلطة كلها صارت في قدر واحد. الآن ننتظر نص ساعة إلى 45 دقيقة عشان كل الشيء هذا الجميل اللي موجود هنا يستوي ويصير أحلى مارين كاري في الحياة. الآن لأن نص ساعة من هذا الكاري قاعد يطبخ، عطى عامر
ذوقه كذا ذوق يا الله ذوق. يا اخي الريحه بشرنا جنان باقي الطعم باقي الطعم يا صاحبي يا. لا ناقص شيء انا ضايقها في اليابان والطعم قريب جدا من طعم اليابان بس ناقصها شيء اها تفاح تفاح انت شكرا سانجي كون شاطر نبي نبشر نص تفاحه هذا نعم. المكون الغريب هو سر الكاري الياباني نعم لانه يعطي طعم حلاوه بس مو كثير طعم كذا يخلي الكاري 100% ويميز الكاري الياباني عن اي كاري ثاني فلا انت يلا قص لنا نص تفاحه وابشرها وابشرها جميل 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 كذا نبشر التفاح ونضيفه على الكاري ونخلط نخلط التفاح اللي راح يعطيها السويت والطعم الحلو الجميل جدا بعد ما نضيف عليها المية نخليها تطبخ زيادة كم؟ ربع ساعة ربع ساعة يا جماعة ربع ساعة وحنذوق أحلى طعم بإذن الله بسم الله لحظة الحقيقة الله الله ذكريات اليابان طوكيو كلها قاعدة ترجع الكاري الكاري مع الأرز الأبيض طبعا الكاري ما يكون كاري بدون رز أبيض يا جماعة لازم رز أبيض سادة ناصع البياض ناصع البياض شوف 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 اللحم الغرفة هذه المين الماجد الله شكرا شكرا سعبلت يا الله يا الله على الكاري السائح كذا بجوار الأرز لازم تاخذ لك كذا صوص مع لحمة مع أرز بطاطس أمي كيف؟ سجوي والله العظيم كأني في اليابان كأني قاعد أذوق كاري اليابان يا الله التفاح التفاح أضاف الطعم السويت اللي كنا ناقصينه نو 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 هذا مارين كاري على أصوله هكذا يؤكل الكاري هكذا يؤكل الكاري بالعشرة من عشرة أحلى من اليابان يا رجل أحلى من اليابان أحلى من اليابان انترفيس يابان يوهو بينكي ساكيو ما نعرف تكمل